هاي دكتور الضوء كمان تقول الصوت واضح، يعني إن شاء الله أن الصوت يكون واضح عند الجميع. ممتاز. دكتورة هبة الصوت واصل عندها كمان، تمام. الواحد يكون ينتظر الوقت يصير يمشي بطيء يعني. النهار صار يكسر يا دكتور. 100% خلاص يعني، شو ظل فيها يعني، احنا تعادل تعادل خلاص. شهر 9 عادة ببلش، ممكن يكون في فرصة للمطر. نعم نعم نتمنى ذلك. عندكم أمطار الآن؟ يعني احنا اعتبارا من نهاية شهر 9 فما بعد نتوقع المطر بأي لحظة. الله يعيننا. لا احنا يعني وحتى احيانا في نهاية شهر 9 بيجينا مطر، يعني اليوم الجو عندنا غائم غائم، بس ما في مطر، بس الجو غائم. اسمع انه نشوف الباكستاني هذا اللي صارت الحرارة زينة يعني. درجة الحرارة اليوم اقل من 20، يعني ممتاز الجو. ممتاز. واحنا كمان نفس الشيء عندنا برام الله، درجة الحرارة والجو كثير لطيف. يعني لطيف جدا جدا، يعني احنا عادة بهذه الأيام بنبلش نتوقع انه ممكن يصير شتاء بأي وقت. سقوط. ايوه بالضبط، حتى الصبح كنا متوقعين انها تشتي، بس لا الحمد لله الحمد لله. والله حر ورطوبة. والله بدنا وين لا بعرف والله، لا بعرف نشوف. بس لا يعني بس من شهر 10 ورا بتبلش يخف الحم كمان عندكم. أي نشوف الشيخ الباكستاني اللي صلى صلاة الاستسقاء هذا، شايف كيف؟ إن شاء الله. اللي طالبوه بالمحكمة من فيضانات باكستان. المشكلة يصلون وسووا فيضانات. هذا عمل فيضانات بقول لك، راحوا اعتقلوه. طيب احنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويعني في هذا المساء الطيب أهلا وسهلا بالجميع، وإحنا سعداء الصحيح بوجودكم معنا وتلبية الدعوة وحضوركم معنا، لأنه حقيقة كل ما قدرنا نلتقي، كل ما قدرنا نتحدث مع بعض، كل ما كان إحنا سعداء أنه قادرين نتبادل خبرات ونتعرف على بعض، وممكن نكون على تواصل كبير. اليوم يعني احنا سعداء انه معنا ضيفة، اولا هي من موقع عزيز على قلوبنا، ويعني انا حقيقة الكويت والكسر يعني اثنين لهم في قلبي معزة خاصة، ويعني انا زرت يعني الواحد فخور بما يراه في كسر من انجازات علمية ومن ايضا تجهيزات و مجال إن الواحد يعمل بحث بمستوى عالي جدا. اليوم معنا الدكتورة ابتسام العلي، وهي باحث ريسيرش ساينتست في كويت انستيتيوت فور ساينتفك ريسيرش كسر، وهي في مجال الانفيرومنتال اند لايف ساينسز ريسيرش سنتر، وتخصصها في مجال البيوتكنولوجي. احنا حقيقة دكتورة ابتسام نهلي ونرحب فيك، ونهلي ونرحب في كل الموجودين معنا اليوم، وأنهلي ونرحب في زملائك أيضا اللي موجودين معك من كسر منضمين معنا الآن، وكل من يشاركنا هذه المحاضرة. ودكتورة ابتسام ستتحدث عن تقييم التنوع الجيني لفيروس تجعد أوراق الطماطم الصفراء في الكويت. الطماطم احنا بالأردن بنقول عنها بندورة، وحقيقة احنا دكتورة ابتسام راح يكون معنا نص ساعة للبرزنتيشن، ومعنا نص ساعة للمناقشة لمن يريد أن يسأل. فإحنا كلنا أذان صاغية إليك، وأهلاً وسهلاً فيك وفي الجميع. السلام عليكم. شكراً دكتور رضا، شكراً للأرنينة لإتاحة هذه الفرصة لي لتقديم هذه المحاضرة، وإن شاء الله تنال على إعجابكم. شكراً للحضور الكرام. اليوم محاضرتنا إن شاء الله راح تكون عن تقييم تنوع الجيني لفيروس
تجعد أوراق الطماطم الصفراء في دولة الكويت. في البداية حبيت أوضح المشكلة الحادثة في دولة الكويت التي تكبدت خسائر فادحة اقتصادية فادحة جراء تلف المحاصيل الزراعية الخضرية بسبب الأمراض التي تصيب هذه المحاصيل، ومن أهم هذه المحاصيل نبات الطماطم. قام فريق باحثين من نعم. ممكن أطلب من الجميع، أطلب من الجميع إغلاق المايكس على أساس ما يصير ضجيج على صوت المحاضر، إذا ممكن بس إغلاق الميكروفونات. شكرا. تفضل يا دكتورة سام. لو سمعت حتى الكاميرا. حيث قام فريق عمل من الباحثين في معهد الكويت الأبحاث العلمية بزيارات استكشافية للمزارع المنتجة لنبات الطماطم في المنطقتين الزراعيتين في شمال دولة الكويت، وهي منطقة العبدلي، وجنوب دولة الكويت منطقة الوفرة. وعند المسح الحقلي تبين لنا وجود تلف تام في المحاصيل الزراعية الخضرية وأهمها نبات الطماطم، حيث ظهرت الأعراض للإصابة بالفيروس كانت واضحة وضوح مع وجود الناقل الرئيسي لهذه الفيروسات، وهو حشرة الذباب البيضاء. حشرة الذباب البيضاء حشرة ماصة تتغذى على أوراق نبات الطماطم، وعند التغذية تنقل هذا الفيروس للنبات. إذا حدثت الإصابة بهذا الفيروس في بداية نمو هذا النبات يحدث التقزم، حيث يتوقف نمو نبات الطماطم. وأيضاً من بعض الأعراض الملاحظة على النباتات المصابة اصفرار الأوراق النباتية، وأيضاً تجعدها وتحولها إلى تكدس، كما تتجعد الأوراق وترتفع إلى الأعلى. وعند إصابة الفيروس للنبات في مرحلة الإزهار تتساقط الأزهار، أما في مرحلة الإثمار لا تنضج الثمرة أو تتشوه، وعليه تتشوه الأوراق أيضا. كما لوحظ تحول لون أوراق نبات الطماطم المصاب بهذا الفيروس إلى اللون الفضي، وعليه تم جمع عينات أوراق نبات الطماطم الطازجة من البيوت المحمية والحقول المفتوحة الزراعية. العينات كانت مصحوبة بأعراض وغير مصحوبة بأعراض لاستخدامها كمقياس من كل مزرعة على أساس شهري طوال موسمين زراعيين كاملين. ثم نقلت هذه العينات إلى مختبرات معهد الكويت الأبحاث العلمية المجهز بكامل التجهيزات اللازمة لعزل الحمض النووي والكشف عن الأمراض الفيروسية، خصوصاً مرض تجعد أوراق الطماطم الأصفر TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus. وكما تم استخدام طريقة الكشف الجزيئي باستخدام تقنية الPCR لتحديد هذا الفيروس، وأسفرت نتائج استخدام تقنية الPCR إلى وجود إصابات في هذه العينات المجموعة كما موضح لنا في الجد. وعليه تم تعريف التسلسل الجيني واستنساخه ثم إيداعه في بنك الجينات العالمي من خلال التعاون المشترك بين الكويت ممثل بمعهد الكويت الأبحاث العلمية وجامعة ولاية واشنطن في بولمان. أظهرت النتائج عند تحليل السلسلة الجينية باستخدام برنامج كلاستل دي، تم ملاحظة وجود 19 نيوكليوتايد
لتسع فصائل strains تتميز بصفات جينية مضافة. وعند تحليل التسلسل الجيني واستخدام الفايلوجينيتيك اناليسيس بالموديل جنرال تايم ريفرسال الماكسيمم لايكلي هود تري توضح لنا تميز مجموعة الفيروسات المعزولة من دولة الكويت وعددها 33 فيروس حيث تشكلت في مجموعتين وتشترك بالمميزات الجينية مع العينات المودعة في بنك الجينات العالمي وهي تشكل مجموعة رئيسية بعضها يشترك بالصفات مع دول عمان وإيران والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبعضها يشترك بالصفات مع البرتغال والمغرب وأسبانيا وكوبا وهولندا ولبنان واليابان وما يميز فيروس المعزول من دولة الكويت وهذه المعلومات مفيدة لنا بحيث توفر لنا قاعدة بيانات لتحديد مكان انتشار هذا الفيروس ومدى انتشاره وتحديد مكانه وخط انتقاله الأساسي أيضاً نستطيع باستخدام هذه المعلومات الجينية في إنتاج بذور مقاومة لهذا الفيروس بعد ذلك تم إصدار دليل إرشادي للمزارعين بعنوان مرض تجعد أوراق الطماطم الصفراء خطر متزايد على إنتاج الطماطم في دولة الكويت يحمل تعريف بسيط عن هذا الفيروس وكيفية انتشاره وأيضاً تعريف كيفية الحفاظ على المحاصيل الزراعية من هذا الفيروس بحيث أن الناقل الرئيسي لهذا الفيروس هي حشرة الذبابة البيضاء فأيضاً تضمن هذا الدليل الإرشادي بعض الاحترازات الصحية الوقائية الواجب على المزارعين استخدامها منها طبعاً المبيدات الحشرية وأيضاً استخدام الأغطية البلاستيكية في الحقول المفتوحة كما ممكن تغطية المحميات الزراعية البلاستيكية بأغطية حاجبة للأشعة فوق البنفسجية وأغلاق الأبواب أغلاقاً تاماً حتى نمنع دخول الحشرات أيضاً من النصائح والإرشادات أن البيوت المحمية تكون تحمل زراعة أو يزرع فيها فقط محصول واحد نوع واحد يعني محصول نبات الطماطم فقط يزرع في بيت محمي معزول لأن إذا زرعت أنواع ثانية تكون جاذبة أيضاً للحشرات وتنقل أمراض فيروسية وعدوى لهذا النبات أيضاً ممكن استخدام الألواح الصفراء اللاصقة كمصائد للحشرات الطائرة حتى نقضي على حشرة الذبابة البيضاء وعليه استناداً إلى نتائج هذه الدراسة أصبحت لدينا معرفة تامة لهذا الفيروس وأيضاً كيفية الحد من انتشاره كما أصبح لدينا الإمكانية في إنتاج بذور مقاومة لهذه الفيروس أشكر فريق العمل الذي ساعدني في الحصول على هذه النتائج وأيضاً أشكر معهد الكويت للأبحاث العلمية لإتاحة الفرصة لي لعمل هذه الدراسة كما أشكر مؤسسة كويت التقدم العلمي لتمويلها لهذه الدراسة أشكر لكم حضوركم الكريم وبالنهاية لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور رضا لإتاحة الفرصة لي ومنظمة الأرنينة والحضور الكرام للاستماع وإن شاء الله الحين الباب مفتوح للأسئلة إذا أحد عنده سؤال تفضل.
تفضل دكتور رضا. أنا دكتورة أشكرك جزيل الشكر يعني على حقيقة هذه المحاضرة الهامة، ويعني حقيقة إنه مرض تجعد الأوراق يشكل إشكالية كبيرة جدا في مجموعة كبيرة من الدول في المنطقة، ويعني حقيقة أنه يعني في موضوع الطماطم، والمشكلة أنه بعيش على نباتات عديدة جدا وبنفس اللحظة هو بيأثر على الطماطم. فأنا بشكرك حقيقة على المحاضرة، ويعني سعيد جدا بسماع النتائج والمسح اللي عملتوه، ويعني أنا بتمنى أنه المسح دائما بيكون حتى على مستوى أكثر من دولة، حتى دائما وأبدا بنكون على معرفة واطلاع بحجم المشكلة اللي موجودة في المنطقة. احنا الآن المجال مفتوح للأسئلة، واتمنى أنه في تحت على الشاشة موجود رياكشنز بعمل باليد المرفوعة، فياريت أنه اللي بيقدر يرفع اليد الإلكترونية للسؤال. فأول سؤال في من عند زملائنا خبراء الأجساد، أهلا وسهلا فيكم، ويعني احنا سعدنا خلال اليومين الماضيات كان عطوفة المدير العام كان موجود معنا في عمان وسعدنا بلقائه، فتفضلوا وياريت اللي بيحكي اسمه إذا ممكن حتى نتعرف على بعض كمان. دكتور عبد النبي بشير، خبير الوقاية في أجساد، طبعا أنا أخصاصي مكافحة حيوية ومكافحة متكاملة. طبعا نحن وقت بيكون عندنا في شغل يتعلق بفيروس وبحشرة ناقلة وكذا، يجب دائما أن نحدد بشكل دقيق نوع الذباب البيضاء، لأنه في أكثر من نوع، والنمط الوراثي لها، لأنه في الأنماط A B C D، في منه ناقل وفي منه غير ناقل، وبالتالي يعني هالمعلومات هي أساسية في العمل الوراثي عندما نحدد نوع الذبابة بالضبط، النمط للذبابة البيضاء التي تعمل على نقل هذا الفيروس، بالإضافة إلى أنه ممكن أنه يتواجد حشرات أخرى كالنطاطات. النطاطات هي من أهم الحشرات التي تقوم بنقل الأمراض الفيروسية وخاصة هذا الفيروس، ولدينا نحن دراسة عليه في جامعة دمشق. يعني أنا سمعتك عم تقولي حددت 33 فيروس 33 نوع، يعني ولا ماذا؟ يعني لازم نحن نعرف إجراءات المكافحة للذباب البيضاء. أهم إجراء باستخدام الطفيليات، يعني نحن عندنا نوعين من الطفيليات التي تستخدم حتى في العالم لمكافحة هذه الآفة، بالإضافة إلى المصائد الصفراء اللاصقة. وأنا أشكركم على هذه المحاضرة وجزيل الشكر لكم. يا مرحبا، تفضلي دكتورة ابتسام. نعم، أشكر لحضرتك هذه الأسئلة. نعم، حددنا إحنا الذباب البيضاء كانت من نوع بميزية تفاسي تايب بي، وهي تأكدنا منها أن هي حاملة الفيروس، وعزلنا الحمض النووي منها ووجدنا أنها هي الناقل الرئيسي لهذا الفيروس. وأيضاً إذا بالإمكان تحديد العينات 33 سلسلة جينية من الفيروس strain، 33 strain مو 33 فيروس. في الدراسة الأولى، في هذه الدراسة احنا اختصينا في TYLCV Tomato Yellow Leaf Care Virus، لكن في الدراسة المبدئية لما احنا بدينا الاستكشافات الحقلية والتعرف على الفيروسات، عرفنا 15 فيروس من أصل 18 مدروسين يصيب المحاصيل الزراعية الخضرية 10 أنواع، درسنا 10 أنواع، لكن كان تركيزنا على مرض تجعد أوراق الطماطم الأسفر اللي هو TYLCV، لأن الخسائر كانت فادحة جداً ووصلت لين 90%، وفي بعض المزارع تلفت تماماً، فاستدعت التدخل السريع لإنقاذ هذه المزارع ومعرفة وأيضاً تعريف التسلسل الجيني لهذه 33 سترين المعزولين من دولة الكويت، فادنا بأن نشكل قاعدة بيانات رئيسية للفيروسات الموجودة بالكويت وتعريفها التعريف الجيني الكامل وإيداعها في بنك الجينات، حتى الدراسات المستقبلية ممكن أن إحنا نستفيد منها لإنتاج هذه البذور المقاومة لنبات الطماطم.
الفيروس اللي يصيب نبات الطماطم. أتمنى أن أجبت لحضرتك الأسئلة، كنت واضحة؟ يسعد أوقاتك دكتور رضا. تفضلي، يا ريت بس الاسم وتفضلي. يا مرحبا دكتورة أحلام معروف، خبيرة بأكساد. يا مرحبا دكتورة أحلام، يا حي الله. يا أهلا فيك. أنا بتشكر الأستاذ ابتسام علي على المحاضرة القيمة. بصراحة أنا كنت بدي أحكي أنه لازم مزاوجة بين هالبحث وبين الإجراءات الواجب على الفلاحين اتباعها، فهي خسرت علي خط التلقيح الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لجواب الصفراء ذو العفر البيضاء. هلا في عندي انا سؤال، انه هناك توصيات معتمده لبعض المواد الكيميائيه ممكن مكافحه هالفيروس هذا، من الاستاغروم من الاجري فليبس، فانا بس سؤالي انه هل ممكن انه بحث متمم للبحث اللي حضرتك عملتيه لنعرف شو هي مثلا النسب الواجب اتباعها وممكن الفلاحين يعتمدوها لحتى يكافحوا هالفيروس او لا؟ وانا بعرف انه كمان حضرتك وصيت انه لازم يكون فقط الاعتماد على محصول واحد هو محصول البندوره لحتى ما يصير اي عدوى لباقي المحاصيل. احنا بنعرف انه 30 نوع نباتي ل 13 فصيله نباتيه، 13 فصيله نباتيه ممكن تصاب بهذه العدوى، فممكن احنا نشوف شو هي الانواع النباتيه اللي غير قابله للعدوى ونزرعها معهم، يعني نبتعد عن هذول 30 اللي موصفين عالميا ونزرعها. شكرا. شكرا دكتورة أحلام. نعم، إحنا في الدليل الإرشادي تضمن جميع المبيدات الحشرية المعتمدة دوليا وكيفية استخدامها والأوقات أيضا الواجب استخدامها من الموسم الزراعي لمكافحة هذه الحشرات. أما أيضا في الدليل الإرشادي مذكور النباتات يقولون المضيفة لهذا الفيروس، فممكن أن إحنا نتجنب زراعتها مع الفيروس، ومن أهم هذه حصيل الخيار أيضا الأعشاب الويدز، إذا كان موجود ويدز أيضا هم تجلب الفيروس لنباتات الطماطم. فكل هذه مثل ما تفضلتي حضرتك، كل هذه الإجراءات والاحترازات موجودة بالتفصيل في الدليل الإرشادي. إن شاء الله إذا دكتور رضا يسمح لي أبعث لكم نسخة من الفايل على الإيميل، إذا دكتور رضا يحب يشارك معاكم. هو published، يعني احنا نقدر نتبادل المعلومات مع حضراتكم اذا حابين. احنا دكتور ابتسام، يعني المحاضره تبعتنا طبعا بتتسجل ومباشره بننزلها على موقع الأرينينا، فاي زميل ما قدر انه يحضر معنا المحاضره او حاب يرجع يحضر المحاضره عشان بعض المعلومات او السلايدات موجوده عندنا، وايضا اي ماده علميه تجينا منكم نشرات بحوث كتب بشكل إلكتروني احنا بننزلها على الموقع الإلكتروني تبعنا، وممكن نعملها سيركوليشن ايضا مع شركائنا ومع المجموعة اللي احنا دائما نتواصل معها. فاحنا على العكس بنكون سعداء انه كل ما جتنا مادة كل ما قدرنا نكون شركاء. اسمحوا لي بس اهلي بمجموعة كبيرة من الزملاء انضموا معنا بعد ما بلشت المحاضرة، فانا اهلي برحب بالجميع باللي انضموا معنا جديد واللي موجودين سابقا. لكن انا حقيقة يعني بذل أقول أنه في عنا أعتقد حاجة إلى مشروع على مستوى المنطقة، وأنا بتمنى أنه يعني نلقى طريقة اللي نعمل دراسة لوضع الـ TYLCV على مستوى المنطقة بشكل كبير، لأنه حقيقة وين ما رحنا الآن الذباب البيضاء أصبحت موجودة وأصبحت يعني فيها إشكالية كبيرة جدا، وبتروح على المناطق اللي فيها حرارة بتلقاها موجودة، بتروح على مناطق ثانية بتلقاها موجودة، وبالصيف لما تصير المناطق المرتفعة ارتفعت الحرارة فيها بتطلع المناطق العالية وبالتالي فيها إشكالية. في الدكتور براء الغول رافع ايده. دكتور براء تفضل. السلام عليكم. أول شيء براء دكتوري رضا، أنا براء الغول، طبعا أنا بتشرف إنك يوم من الأيام كنت أستاذي في الجامعة. الله يسعدك يا حي الله. يعني بدك تبين للناس، بدك تبين للناس انه احنا ختياريه يعني. لا لا هو الحكي بال 94 دكتور. والله يا مرحبا يعني. يا اهلا بك. الله يسعدك. اول شكرا لكم
شكرا لك دكتور. شكرا دكتور ابتسام، مساء الخير للجميع. يعني انا بس اللي حبيت اضيف او اعلق عليه شغلتين. الشغله الاولى، سمعت الدكتوره بتحكي وانه بالامكان الوصول او وصلنا الى نعمل مقاومه لهذا الفيروس، تتوصل لمقاومه لهذا الفيروس. بعرفش تاكد الدكتوره يعني اللي سمعته انا صحيح ولا انه ممكن نشتغل على ان نطور مقاومه لهذا الفيروس، لانه في فرق بين الجهتين اذا انا سمعت صح. القضيه الثانيه، الاخت من خبراء اكساد تحكي على انه نكافح الفيروس. احنا للاسف لغايه الان ما بنقدر نكافح الفيروس، احنا بنحاول نمنع وجود هذا الفيروس وانتشاره. يعني لما نحكي على، لما ركز الدكتور ابتسام على الذباب البيضاء، او الدكتور من اكساد لما الخبير ابن اكساد حكى عن النطاط، نحن الهدف تبعنا انه هاي الحشرات ممكن نكافحها لمنع انتشار هذا الفيروس. لانه على يعني حسب ما بعرف انه للاسف اذا الفيروس موجود اللي بدنا نعمله هو نمنع انتشاره وليس نكافحه، لانه زي ما بنعرف كلنا المكافحه مش شيء سهل بالفيروس اذا وجدت اصلا يعني. وبالتالي احنا الهدف من عندنا يعني اهميه الدراسه بالنسبه لي انا هاي هي دراسه اطوار اللي بتحكي عنها عن الذباب البيضاء، اللي هي كيفيه التعامل مع ناقل الفيروس لكي لا يحدث الفيروس، بالاضافه الى الامور الثانيه اللي حكيت عنها الدكتوره زي الاغلاق المحكم للبيوت البلاستيكيه، استخدام الشاش، القضايا هاي. شكرا لكم، ارجو توضيح نقطه المقاومه وجدت او بعدها. شكرا دكتور. يا مرحبا دكتوره. شكرا شكرا، الله يسعدك. دكتوره ابتسام تفضلي. نعم، حبيت أوضح بس شيء معين. الدكتور يمكن حصل لبس في فهم المقولة مقاومة عن طريق إنتاج بذور مقاومة لهذا المرض. ما إحنا الدليل الإرشادي يوضح الحد، سبل الحد من انتشار هذا المرض. طبعاً الفيروس ما حد يقدر يقاومه، ولكن نقدر نقاوم الحشرة الناقلة لهذا الفيروس، والحد من انتشار هذا الفيروس يكون عن طريق إزالة النباتات المصابة بالفيروس وإنقاذ باقي النباتات، بحيث أن نمنع انتقال الحشرة المصابة إلى نباتات أخرى ونقل المرض لها. وعند اتباع دليل الإرشادي الموضح، يمكن أنا راح أنزل إن شاء الله في الموقع، حضرتك دكتور رضا قلت راح تنزل أي شيء يندزه. فهذا الكتيب يوضح جميع الأشياء اللي أنا قلتها، الاحترازات، مقاومة المرض. ما نقدر نقاوم الفيروس ولا نمنع انتشاره إلا بمقاومة الحشرة، مو مقاومة الفيروس. مقاومة الفيروس تكون عن طريق استخدام الذور مقاومة، يعني virus seed free. هذا اللي أقصده. أتمنى أني وضحت لك شيء، يعني سؤالك، الإجابة على سؤالك كنت واضحة؟ دكتورة ابتسام شكرا لك. لأنه أنا الفيروس يعني لغاية الآن لم نستطع التوصل إلى مقاوم. طبعا إحنا من كافح أسباب انتقاله لا أكثر ولا أقل لغاية الآن. شكرا يا دكتورة. شكرا لك. شكرا. صحيح. شكرا دكتورة ابتسام. في أخويا الدكتور عماد من فلسطين، تفضل. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. سلام. أنا حابب أعرف، أنت دكتورة طرحتي موضوع البلاستيك، هلا في عندنا احنا نوعين بلاستيك بالنسبه لشيء بيتعلق لليو في، هل هو البلاستيك اللي استخدمتيه للغطاء يو في اي ولا يو في بي اللي هو اليو في اي الابسوربشن اللي بيمتص الاشعه الالترا فايلت، او اما بلوكر اللي هو بيمنع الاشعه، وهو هذا اللي بيمنع الاشعه اللي هو بيعمل الحشره ما بتقدر تشوف عمياء، انه هو واحد من المستخدمين. العكس دكتور، انا قلتها يمكن حضرتك ما سمعتني، قلت العاكسة يعني البلوكر. نعم اللي ما يخليها تشوف، يعكس الإضاءة عليها فتقوم تصبح عمياء مثل ما تفضلت حضرتك، ما تشوف وما تدخل. شكرا أخ عماد. في الدكتورة سناء، إذا أنا مش غلطان مزبوط دكتورة سناء؟ مزبوط. أيوة سناء، أنا دكتورة سناء من السودان، مقيمة حاليا في اليوكي. إحنا بالأردن يا دكتورة بنقول مظبوط، مظبوط معناها صح يعني. أيوة
الله يسلمك. يعني بشكر الدكتورة ابتسامة على البرزنتيشن اللي عملته الجميل. ويعني بس أنا عندي إضافة في الحتة بتاعت التايتل بتاع الدراسة، لأن هي بعد شوية ممكن تنشر البحث ده في ورق علمية أو كده، فهي كاتبة تقريبا بالعربي تجعد أوراق الطماطم الصفراء. يعني لما أنت تقري تجعد أوراق الطماطم الصفراء زي كأنك المصفراء دي بتصف الطماطم، فيبدو لي إني لو خطيتي تجعد أوراق الطماطم الأصفر كده بيكون التايتل واضح، حتى لو لزول بر المجال شوية بيكون بالنسبة له أوضح. وبعدين it is better إنك تخطي between two brackets الاختصار بتاعه، لأنه هو دائماً المرض ده شايع بحتة التوميتو يلو ليف كير فيروس، عالمياً معروف بالحتة دي. فخطي بين غوسين TYLCV دي كده، يعني لما تقع في عين أي زول الحتة بتبقى له واضحة شديد باعتبار إنه ده الابريبيشن بتاعه. في الأردن يا دكتورة بيسموه مرض تجعد وإصفرار أوراق الطماطم. أيوة كده هذه بجوز هيك أنت لغويا، ولو أننا بالعربي مش كثير شاطر، يعني يلا نجحت بالتوجيه. أيوة يلا ده كده واضح تماماً. أحسن هو هيك الصحيح دكتور، هيك الصحيح. فممكن يكون مرض تجعد وإصفرار أوراق الطماطم. أيوة عندي إضافة برضو. إذا جيتوا على الأردن ما بيقولوا طماطم، بيقولوا بندورة. أيوة. بندورة سوريا دكتور رضا. نعم صحيح. بندورة سوريا واصفرار كمان بندورة. نعم صحيح. أيوة. برضو عندي إضافة. طبعا دكتورة سناء. عندي إضافة برضو بسيطة، لأنه أنا اشتغلت في المرض ده في الرسالة بتاعتي PhD، وعملت التجارب بتاعي تحت اللابوراتوري في فرنسا. فكنت شغالة على بعض في الحتة بتحت الكنترول، اشتغلت على بعض الناتشورال برودكتس زي النيم اويل والنيم اكستراكت، ودت معي نتائج كويسة شديد. وطبعا انا اتوقع ان في الاريا بتاعتكم دي ما تكون في اشجار نيم وكده باعتبار انها هي شجرة تروبيكال وكده، لكن ده ما بيمنع انه الناس ممكن تلقى البرودكتس يعني جاهز في بعض الشركات وكده، وممكن يعني لقدام في كل الدول بتاعت الشرق الأوسط دي ممكن الناس تعمل تجارب بحتة بتاعت منتجات النيم دي أو الناتشورال برودكتس بتاعت النيم، لأنها بتدي نتائج فعالة بالإضافة لإنها سيف طبعاً للناس اللي بيستهلكوا الطماطم وكده، ما فيها أي أضرار جانبية، ما فيها مشاكل بتاعت يعني أمراض وحاجات زي دي. بالإضافة لإنه برضو أنا يعني بوصب إنه ممكن الناس برضو تستعمل كالشر البراكسيز التراب بلانس، في بعض النباتات لما تزرع مع الطماطم الوايت فلاي بتحبزة أكثر من الطماطم، فبتقوم تتجه للتراب بلانس دي وتقلل الانفستيشن الواقع على الطماطم اللي هو بيسبب طبعا الترانسميشن بتاع الفيروس وكده. فيعني دي بعض الافكار وبعض الحاجات اللي حبيت يعني كمداخله اشارك بها، وانا بشكركم على البحث اللي قدمتوه، وان شاء الله يعني يكون في تعاون لقدام بيننا ونقدر يعني نساهم في تقليل المشكلة دي، لأنه صراحة هي مشكلة كبيرة، وفي كل العالم، في أفريقيا، في الأريا بتاعت الشرق الأوسط، في أوروبا، في كل العالم التوميتو يلو ليف كيف فيروس يعني هو بيسبب مشاكل كبيرة جدا. وشكرا جزيلا. شكرا. وفي ملاحظة على الشات من الدكتورة غيداء من الأردن بتقول إنه تغطية أشتال البندورة لمدة 30 يوم بعد الزراعة بتعمل على تأخير الإصابة، ويفضل عدم زراعة الفاصوليا بالقرب من البندورة، من البندورة اللي هي الطماطم طبعاً. هاي على الشات وصلنا، بس حبيت إني أقرأها للجميع. خليني أنتبه أنا لأنه مش شاطر أنا بشي أشوف مين الأيدي المرفوعة، فهل في حدا رافع إيده؟ حدا شايف على الشات؟ أيوة نعم أنا رابع. طيب تفضلي. السلام عليكم. أنا ميمونة، تفضلي. الله يديك العافية.
شكرا جزيلا على البرزنتيشن القيم جدا وعامل فوكس على واحد من المواضيع الهامة. وطبعا الطماطم يعني كمحصول يعني اعتمد عليه في الغذاء لقيمته الغذائية وغيره وكده يعني. فأنا عندي بعض الاستفسارات لدكتور ابتسام. ما هي أنواع الطماطم الأجري عليها البحث؟ التوميتو فريتيز الموجودة عندكم في الكويت اللي يتعمل عليها البحث، يعني هل البحث يتعمل في فريتي واحدة ولا أكثر؟ الحاجة الثانية طبعا الكي بروبلم في الليف كير فيروس الحشرة، فيا حبذا برضو لو أديتينا صورة. يعني أنت صح طرقتي لل يعني بعض طرق الكنترول، لكن أنا يعني بتمنى إنه يكون الفوكس على الحشرة البيضاء يعني من دراسات شاملة بيولوجي وغيره يعني. وغير كده الدراسات اقتصادية يعني الناس عشان يعني تعرف، لأنه أنتوا استخدمتوا طرق وحتى الديتكشن بتاع الجينز. يا حبذا لو يعني عرفنا التكلفة الاقتصادية في هذا المشروع لهذا المشروع. شكرا جزيلا. دكتورة ابتسام تفضلي. دكتور بس أشكر حضرة الدكتورة على الملاحظات، لكن صوت كان يقطع، يمكن حضرتك تساعدني بأن بعض الأشياء يمكن أنا ما سمعتها لأن الصوت وايد كان يقطع. بالنسبة لدراسة الحشرة، طبعاً في ناس متخصصين يدرسون الحشرة ذاتها يعني وتحديد نوعياتها وكذي، لكن إحنا درسنا هذا الفيروس بالذات جينياً. إحنا عشان نحد من انتشاره ونعرفه من وين أساساً الأوريجين جاي، وتحديد السلسلة الجينية بالذات يساعدنا على إنتاج بذور مقاومة. يعني الهدف الرئيسي تحديد نوع الفيروس هذا، مو تحديد تحديد نوع الحشرة. كان بعزل الحمض النووي من الحشرة علشان تأكد لنا إصابتها ولا لا. فالطماطم المزروع في دولة الكويت نوع واحد، فرايتي واحدة، لكن عندنا في بعض البذور اللي في دولة الكويت مقاومة للفيروس، وعند استخدامها ككنترول مثل ما تفضلتي حضرتك وجدنا انها مو مقاومة لفيروس الموجود بالكويت 100%. هذا اللي استدعى فينا الامر ان نكثف الدراسة ونتعرف على السلسلة الجينية الكاملة لهذا الفيروس حتى نتوصل الى التميز الجيني اللي عندنا في عينات دولة الكويت المعزولة. وكانت عندنا العينات معزولة من الشمال والجنوب، عشان احنا نحدد هذا الشيء سوينا الدراسة الجينية هذه، توصلنا ان في عندنا 9 سترينز فيهم 19 نيوكليوتايد مضافة، هذه ممكن نستخدمها في المستقبل لإنتاج بذور مقاومة لهذا الفيروس حتى نتمكن تخلص من هذه الآفة الزراعية أو هذا المرض. أما بالنسبة لي أعتقد أنا غطيت الملاحظات اللي حضرتك قلتيها، ويمكن في دكتورة قبل قالت إضافات وايد قيمة بالنسبة للمسمى، يعني موضوع أن تحول صحيح أوراق نبات الطماطم إلى اللون الأصفر، هذا من الأعراض اللي تصير على النبات المصاب. ولكن الترجمة إذا ترجمنا شوية حرفيا يختلف من مكان لمكان شلون، بس إحنا لما نكتب مثل ما تفضلتي حضرتك، لما نكتب أن توميتو يلو ليف كير فيروس، هو معرف عالميا من زمان، فكل الناس تعرفه إنه كذي، بس بالترجمة مثل ما تعرفون حضراتكم يعني إنه شوية صعوبة في توصيل المعلومة، لكن يمكن حضراتكم فهمتوا أنا شنو أقصد. إذا في أي استفسار أنا حضرة، وقلت لكم الدليل الإرشادي يتضمن كل الأسئلة اللي حضراتكم طرحتوها، وإذا لقيتوا أي شيء ثاني ممكن تواصلون معي
عادي you are most than welcome إن أنا أجيب عليكم على أي أسئلة تفضلون فيها حضراتكم، وبالعكس نتطلع للتعاون المشترك بيننا وبين دول اللي حضراتكم تنتمون لها وتشتغلون في المراكز البحثية معنا. هذا فخر لنا أصلاً، فخر للكويت إن نتعاون مع ناس خبراء مثلكم. يعني كل الشكر. وفيه على الشات إنه كيف ننتج بذور مقاومة للفيروس، وناخذ من طارق بن ياسين سؤال وبعدين ممكن نجاوب على السؤالين مع بعض. أستاذ طارق بن ياسين. شكرا دكتور، يعطيك العافيه. الاخت ابتسام يعطيك العافيه على هذا الطرح وهذه المحاضره القيمه، وشكرا للحضور الجيد ان شاء الله. انا حقيقه في احنا عندنا بالاردن زراعه نوعين بالبذوره، في زراعه المرويه وفي الزراعه البعليه اللي بالمناطق اللي هي المرتفعه واللي نسبه هطوط سقوط الامطار فيها يزيد عن 400 او 500 فعليه، اللي هي الزراعه المطريه اللي نعم هي الرين الزراعه المطريه يعني. نعم هذه في المناطق اللي يزيد ارتفاع عن 500 ملم او اكثر مزرعة البندوره، وهذه لاصناف معينه حقيقه هي من اجود انواع البندوره. يعني كيلو البندوره منها يباع بثلاث اضعاف كيلو البندوره اللي بنزرع في المناطق المحميه او تحت البيوت البلاستيكيه او المناطق المرويه، وطبعا هذه لها نكهه خاصه مميزه. لكن هذه البندوره بدات يعني تنقرض نتيجه يعني تعرضها لبعض المشاكل او الاصابات المرضيه او الافات الزراعيه اللي بتاثر على هذه الزراعه، وبدات شوي تتراجع هذه الزراعه رغم انها يعني كانت منتشره بشكل ممتاز جدا في السابق. ومفروض يعني كنت اتوقع انه يكون في نوع من الدراسه على هذه الانواع وهذه الاصناف. أعتقد أيضاً في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا بيزرعوا هذه البندورة، هي مشابهة نفسها، والناس أو اللي بيزرعوا هذه البندورة بأخذ بذورها من نفس اللي تفضل في هذا، بأخذ بذورها من نفس الصيف نفسه. يعني هم بأخذ البذر وبيعملوا له عملية حفظ، وعادة بيحفظوه بطريقة كان يحفظوه بالرماد يعني، أو هيك يجبلوه مع الرماد بحيث أنه يظل محافظ على وضعه هذا البذور. وياريت أنه يعني وكان يستخدم عفواً كان يستخدم مادة الكبريت أصلاً في رش هذه البندورة أو البندورة، لأن مادة الكبريت أو البودة الكبريت مادة حافظة ممتازة جداً لها ومقاومة، وأيضاً يعني تجعلها مقاومة للحشرات أو للآفات اللي ممكن تأثر عليها. شكراً لك دكتور، يعطيك العافية. شكراً شكراً شكراً. ويعني بس الزميلة اللي سألت عن إنتاج البذور المقاومة للفيروس، طبعا احنا في عندنا بالنسبه اللي حكى عنه الاخ طارق اللي هي البذور اللي انت بتقدر تكاثر من نفس النبات، هذه الاصناف بتكون open pollinated، وهذه الاصناف الى حد ما الهوموزايجوزيتي عاليه فيها، وبالتالي البذور الجديده بتشبه الام، ما عندنا مشكله فيها. لكن الصحيح الاصناف اللي احنا قاعدين بنزرعها تحت الزراعه البلاستيك والزراعه اللي مكثفه هي معظمها هايبريد، معظمها هجينه، وبالتالي لازم ترجع مرة ثانية تشتري البذرة نفسها مرة أخرى. ولكن في بعض البذور الآن طوروا فيها، بدناش نقول مقاومة للفيروس، وإنما إلى حد ما متحمل للفيروس. وطبعا في آباء لهذه الأصناف المنتجين البذور حتى في الأردن عندنا، يعني ما شاء الله في بعض شركات بلشوا ينتجوا بعض هذه البذور. وايضا الان اللي بيشتغلوا على التعديل الجيني هو نقطه طريق انك من خلال التعديل الجيني او من خلال انك تعمل بلوك لبعض الجينات اللي داخل النبات يتغير. وفي عمل في هذا المجال بحثي، لكن لحد الان اصناف مقاومه 100% يعني ما بتاثر بالفيروس لحد الان، اعتقد انه ما في اصناف مقاومه 100%. بتحب تضيف شيء دكتور ابتسام؟ معلش دكتور، مثل ما تفضلت حضرتك ماكو اصناف مقاومه 100%، واحنا كنا بنقول عن التعديل الجيني بس لحد الحين يعني ما حد توصل لمقاومه 100%. واحنا جربناهم هذيل البذور المقاومه جربناها دكتور، بس ما كانت المقاومه صحيح 100%. مثل ما تفضلت حضرتك كان شرحك وافي. وين دكتوره لو سمحت بالله، بالنسبه لل الطماطم اللي بناخذ بذورها بنزرعها نفسها، يعني نفس ال الحب اللي احنا بناكلها، بالواقع انه هذه نكهتها وطعمها
يختلف كثيرا عن البندورة اللي احنا سيدي هو طعمها بيختلف، بس هو انت لو زرعتها تحت الري وسمدتها وزرعتها تحت بيوت بلاستيك ترى طعمها بتغير، يعني ما تفكر. بس هي لانه عن زراعه المطريه نسبه المي اللي بتاخذها مش عاليه كثير، وبالتالي الماده الصلبه تتركز فيها كثير، وبالتالي بيصير طعمها طيب جدا. دائما الزراعه المطريه اي شيء مزروع على الزراعه المطريه بيكون طعمه اطيب، لانه مش بنسبه الكميه المي اللي باخذوها بالاصناف العاديه. بس طبعا خلينا نحكيها بامانه، يعني هو هذه الاصناف اولا انتاجيتها مش عاليه كثير، صحيح. بعدين شكل ثمارها ما بتحمل الشحن والنقل، لأن ثمارها مش سفيريكال، يعني مش دائرية بشكل كبير جدا. ولكن احنا مع عودة زراعتها في المناطق البعلية، لأن هي بتتحمل الظروف الموجودة بعلية، واللي عليها إقبال طيب جدا، لأنه تعرف الناس بيحبوا كل شيء بعلية، يعني مطرية، يعني في ناس البعلية هي الزراعة المطرية اللي هي الرين فيد، إنه احنا ما بنروي بالمي نهائيا، وإنما نعتمد على مية مياه الأمطار. وهذا الصحيح يعني في الأردن، في سوريا، في لبنان، في مناطق كثيرة ممكن نعمل هذا فيها الحكي. لكن يعني كزراعات إنتاجية كبيرة جدا إنتاجيتها مش عالية جدا، يعني الأنواع من هذه الطماطم إذا زرعتها يعني في أقصى الحدود إنه الدنم اللي هو 1000 متر مربع ما بعطيك أكثر من 2 طن. وطبعا إحنا بالأصناف المهجنة اللي قاعدين نزرعها بالزراعة المحمية، الدنم اللي هو 1000 متر قاعد بعطينا 30 طن طماطم. وبالتالي يعني هذيك بتظلها فعلا يعني شغل زراعات مطرية، وشغل واحد يكون حاب يشتريها، بس ما بتقدر تغطي احتياجات أسواق بكمية كبيرة. يعني السوق المركزي الأردني كل يوم بدخل عليه حوالي 4000 طن خضار وفواكه، فالزراعات المطرية صعب إنها تغطي كميات كبيرة جدا استهلاكية عالية. وكمان ما بتأخذ أسمدة كمان هذه. نعم، وبعدين هي ما تسمدت إلى آخره. في أي أسئلة أخرى؟ يعني إحنا ممكن نأخذ سؤال كمان إذا في حدا عنده مداخلة أو حدا عنده أي ملاحظة. أنا على الأسماء عندي مش شايف أيدي مرفوعة إلا إذا أنا مش شايف مزبوط. يعني إذا ما في حدا عنده سؤال يعني صحيح. في دكتورة أنساف رفع عندها، مش الكترونية، أنساف الاسم. طيب تفضل يا دكتورة. السلام عليكم. مرحبا، تفضلي. عليكم السلام. انا انصاف شيخ ادريس، استاذ باحث هيئه البحوث الزراعيه محطه بحوث شنبات، متخصصه في مكافحه الحشرات في محاصيل الخضر. اشتغلت شغل كثير جدا في الطماطم، والليف كير عندنا في السودان مشكله كبيره جدا في إنتاج الطماطم، وطلع عندنا مزارعين كثير جدا طلعوا من دائرة الإنتاج، وأخيراً المنتجين اتجهوا للأصناف الهجن اللي هي عندها شوية توليران أو قوة تحمل للإصابة، وحالياً اتجهنا لإنتاج شتول خالية، يعني كوميرشيالي أو تجارياً الناس بقوا بينتجوا شتول خالية من الفيروسات في مشاتل متخصصة، على أساس إنه التكلفة تحت الإنتاج عالية والأسعار بتحت الهجن عالية، فبيقوا الناس بيمشوا للأصناف الهجن، على أساس إنه في أصناف كثيرة جداً عندها قوة تحمل مقارنة بالأوبن بولونيتيد فرايتيز. عندنا كان أنا اتصلت، كان اشتغلت في جينوتايبس، يعني اتحصلت على من المركز العالمي للخضر في تايوان. عندهم جينوتايبس عندها مقاومة عالية جدا، لكن المقاومة تتوقف على الاسترين. الفيروس استرين، طبعا الليف كير فيروس عنده استرينز بيختلفوا، يعني عشان كده كسرت المقاومة بتاعتها، يعني لما عملنا لها ايفالويشن. فالناس بتمنى انه نحن نكون في اتصال عالمي بالمراكز المتخصصة في زي المركز العالمي للخضر للبريدرز، يعني ممكن يحصل شغل بتاع بريدنج في الاصناف الاوبن بولينيتد، على اساس انه الناس تزيد تنتج اصناف تكون مقاومه محليه للاصناف اللي بتكون مثلا زي البيتو زي الاستريم بي اللي هي هايلي سسبتبل، ممكن الناس يدخلوا فيها جين على اساس انه شغل بتاع بريدنج.
للمقاومة، لكن مقاومة للحشرة طبعا زي ما عارفين كلنا كمتخصصين انه ما في المقاومة كلها الناس بيشتغلوا في للفيروس. اوكي شكرا 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 دكتورة. دكتورة ابتسام اذا ممكن تردي خلال دقيقة. ان شاء الله. دكتورة مثل ما حضرتك تفضلت التكلفة عالية في انتاج بذور مقاومة او نباتات مقاومة فعلا، فعشان كذي يروحون للهجين، لكن الهجين ما يعطيك الانتاج اللي انت تبينه بالتكلفة المدروسة. اي نعم. فبعد بعد ذلك ان احنا نتوجه للدراسات اكثر بدك شيء هذا المرض عن طريق استخدام بذور مقاومة، بذور مقاومة لهذا المعرف جينيا، المعرف جينيا، وهذا تكلفته فعلا مثل ما تفضلتي حضرتك راح تكون عالية صح، فيلجؤون الى بذور ثانية علشان كذي يقل الانتاج عندهم، ويمكن في بعض الناس تتحول الى انتاج انواع ثانية وما ينتج هذا النبات او المحصول. ففعلا دراساتك جدا قيمة، انا اشكر لك الاضافة اللي حضرتك قلتيها، بس فعلا هو التكلفة المادية ويعتمد على البذور الموجودة في الدولة نفسها، يعني شنو الانواع المتوفرة. شكرا دكتورة ابتسام، وشكرا إلى كل المشاركات والأسئلة، وشكرا للجميع اللي حضروا معنا. ودكتورة فضيلة بدنا نأخذ منك آخر سؤال. دكتورة فضيلة آخر سؤال لدكتورة فضيلة، تفضلي. أهلا دكتور، أنا ما عندي سؤال، ولكن أنا عندي أبي أشكر الأخت الباحثة ابتسام على محاضرتها. حبيت أقول إن بالنسبة حق الأبحاث إحنا عندنا، إذا كان هناك بحث مشترك يكون على مستوى اللي هو الإقليم إحنا نرحب فيه، لأن إحنا عندنا مؤسسة التقدم العلمي تسعى إلى أن هي تسوي سبورت لهذا النوع من الأبحاث اللي هي تهم إقليم وليس منطقة واحدة. فلو كان في مجال أن يكون في بحث لهذا المرض بطريقة أكثر عمق، سواء من ناحية الدراسة الجزيئية أو من ناحية دراسة المكافحة، فإحنا الكويت مستعدة إن شاء الله نشترك معاكم، وإن شاء الله يعني التقدم العلمي تحب هذا النوع من الأبحاث. أنا أدعو يعني إذا كان هذا اشتراك اتصال بالباحثة ابتسام، وممكن ينكتب مشروع كامل ويتقدم حق التقدم العلمي. طبعا هذه دعوة، وبالتالي أنا أشكركم أنتم أتحتوا الفرصة للكويت أنها تشارك وتقدم بعض الأنشطة اللي عندها، وإن شاء الله في المستقبل راح نقدم أكثر. وأحب بالأخير أسلم على الدكتورة أحلام، لأن الدكتورة أحلام برضو من الناس النشيطة جدا، وأنا أحييها وأشكرها أنها حضرت محاضرتنا. شكرا لك الله يخليك دكتورة فضيلة، أنت من الأشخاص المتميزين فعلا، الله يخليك إن شاء الله. أشكر الدكتور رضا أن أعطانا هذه الفرصة، يعني الله يخليك دكتورة فضيلة. دكتورة فضيلة يعني أنت بتشكر الدكتورة أحلام، بس أنا بشكركم كلكم لأنكم يعني كلكم شرفتونا اليوم، والصحيح أنها يعني كانت محاضرة ممتعة ولقاء طيب جدا جدا. فيعني أنا هاي دكتورة ابتسام، يعني إن شاء الله بنتابع معك يا دكتورة. أنا أيضا أضم صوتي لصوت الدكتورة فضيلة إنه ممكن يكون مشروع على مستوى الإقليم لمسح التطورات اللي حصلت في موضوع مرض تجعد أوراق البندورة واصفرارها، ويعني ممكن يشترك فيه مجموعة، وأيضا نضم خبراتنا مع بعض في مشروع يعني قد يكون حقيقة من أفضل الأشياء أن نشتغل على مستوى أوسع شوية. مرة ثانية أنا بدي أكرر الشكر للدكتورة ابتسام اللي حقيقة يعني كانت محاضرتها شيقة وحضورها كبير يعني الصحيح، وأشكركم جميعا على حضوركم وجودكم معنا، وأتمنى عليكم أي حدا عنده موضوع حاب يتحدث فيه تبعثونا على الإيميل، خابرونا على الواتساب، إحنا جاهزين إنه نقدر نستضيفكم في محاضرات قادمة. ويعني صحيح إنه الواحد سعيد
بوجود مجموعة كبيرة مع بعض وتبادل آرائنا وتبادل خبراتنا في هذه المواضيع. أتمنى عليكم أيضاً اللي عنده أي منشورات، سواء كانت كتاب، سواء كانت بيبر، سواء كانت قصة نجاح سكسس ستوري، بعثونا إياها، إحنا بنحطها على موقعنا الإلكتروني. وأتمنى عليكم أنكم جميعاً تدخلوا على الموقع الإلكتروني عندنا وتشوفوا الموقع، وإذا في أي شيء أو ملاحظات على الموقع أنكم تحكونا إياها. كل الشكر لكم جميعاً، وإن شاء الله أنا ألقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، وأسعد الله أوقاتكم جميعاً. ودكتورة ابتسام مرة ثانية باسم الجميع شكراً لك. مشكور وأشكر لكم، شرفتوني صراحة، وأنا أسعدني حضوركم، وأسعدني تفهمك دكتور لي يعني أعطانا هذه الفرصة ومجال من وقتك الثمين أن أنا أكون بمعية الباحثين الحاضرين. شكرا جزيلا، وانا الحمد لله رب العالمين الله اكرمني اني انا قدرت اوصل لكم المعلومات، وحضراتكم فعلا يعني اشدتوا في هذا الشيء. انا وصلت شيء بسيط عن دولة الكويت اللي هي لها الاثر الكبير في قلبي، هي دولتي الكويت، هي كان لها العامل الرئيسي اللي وصلني لهذا الشيء وهذه المكانة، وما كنت أقدر أوصل لهذا المكانة لو ما تشجيع زملائي ومعهد الأبحاث ومؤسسة كويت التقدم العلمي وحضراتكم الكرام وحضوركم وإضافاتكم الثمينة والقيمة. أشكركم جداً، سعيدة جداً، وإن شاء الله نطلع على حق تعاون مشترك قادم. شكراً دكتور. شكراً للجميع. شكراً لك، شكراً للكويت، وشكراً لكل الزملاء في كسر، وأتمنى عليكم توصلوا تحياتنا لهم جميعاً، لهم معزة في القلب، ويعني زرناهم وتعرفنا عليهم وكان في لقاءات طيبة معهم. ودكتورة فضيلة أيضاً كل الشكر لك وللزملاء اللي حضروا معك دكتورة ابتسام من طرفكم، وبارك الله فيكم جميعاً، ونلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله تعالى. على خير إن شاء الله. يا مرحباً، والله معكم، تسلموا تسلموا، يا مرحباً، يا هلا. يا مرحبا.